شكرا على الحضور. انا جد سعيد اليوم انني نتحمل هذه المسؤوليه، لان هي مسؤوليه من نوع خاص، مسؤوليه ديال تسيير الشان المحلي على مستوى استراتيجي اللي هي الجهه. وبالتالي يعني هناك تحديات كبرى تنتظرنا كمسيري الجهه، وانا لي يعني ثقه كامله على ان الفريق المكون الان سيباشر العمل ديالو مباشره ابتداء من اليوم لتلبيه انتظارات جلاله الملك وكذلك ساكنه الجهه في كل الميادين. كما كتعرفوا الجهه هي اكبر جهات المملكه، وهذا ما كان ماشي جديد عليكم، وعندها تحديات كبرى اللي هني مهيئين لها برنامج. اولا كينطلق من النموذج التنموي الجديد، كينطلق كذلك من البرنامج اللي كان ساري به المفعول، ثم كذلك برنامج اللي جايين به جديد واللي خدمنا عليه قبل الوصول لهاد المرحله هذه. كان وعدها بالعمل الجيد، واننا سنفعل كل ما في وسعنا ان شاء الله باش هاد المسؤوليه اللي تلقات اليوم على عاتقنا انها تكون في خدمه المواطنات والمواطنين ديال الجهه. وشكرا.